أيها الحفل الكريم، متابعينا مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، وهكذا تستمر هذه الانطلاقات، تستمر هذه الدفعات وهذه الرحلات التي تأتينا تباعا لتجدد النشاط لدى الأخوة ملاك هذه الهجن. نرحل مع شوطنا الثامن وضمن مركاض أو سباق الحلفة، ننتقل إلى شعار أبو خليفة. علي بن مهير وثاني بن علي بن مهير بن بريجة الاشتبي يقدم شاهين بالمركز الأول، للمركز الثاني شاهين سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الاشتبي. أما المركز الثالث، المركز الثالث يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ملايين وليس الدنة، حمد بن سعيد بالحب العامري قادم مع شاهين بالمركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع هناك بندر مبارك بن راشد بن عبيد بن دغيش الاجتبي. هذه الأسماء، هذه الأسماء يا ينكب بالحب، يحب للمنافسة، يحب للمركز الأول، تجاوزهن من البرد اليمين والمذيع يصيح ياكم بالحب. الله يكفيه عيون الحاسدين، الله يا بالحب عندك اللي يرشوط ويتنافس مع شاهين سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد على المركز الأول. حد بين ضم لهم ولا اتركوا المجال؟ اشوف واحد ياينكم، واحد ياينكم، كله 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 عرض وطول، عرض وطول، اثنين ياينكم مو بواحد. استعدوا لهم، استعدوا لهم ياينكم شاهين رايد بن حالم الخصوني، الخصوني الخصوني، وعنده شاهين العتيج بن علي بن راشد بالقوم بالمركز الرابع. ولكن شاهين بن رشيد، بن رشيد يا بن رشيد بالحب يا بالحب، ياينكم اليويل، ياينكم اليويل، حمر عينه وشوارب، حمر عينه وشوارب، ولكن بن رشيد ما يسبقونه، ما يسبقونه، ما يرضى الا بالمركز الاول. سلام 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 لسهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الثاني بن حارب اليويل، الثالث بالحب، والرابع عندنا اللي هو من الرابع وصلنا ما شفنا، اعذرونا. الثاني بالقوم نعتذر، الثاني العتيج بن علي بن راشد بالقوم، والتوقيت الزمني دقيقتين و12 ثانية، دقيقتين و12 ثانية. نعتذر عن الخطأ اللي حدث عندنا في فرز النتيجة عند خط النهاية، لأن الشعارات تتشابه ونحن نتابع الشعارات أكثر شيء عند الوصلة، ما نتابع الأرقام، لأن الأرقام أوقات تكون من حجزة عنا، يدخل لك اثنين أو ثلاثة عند الخط ما تشوف الأرقام، تكون يعني من متقبيه الارقام. طيب تهانينا، تهانينا لسهيل بن رشيد على هذه الانتصارات المتكرره. نهنيك نهنيك يا ابو سلطان على هذا الناموس الذي دار، ونهني كل الفائزين ايضا في صباح هذا اليوم. ونذكر عنايه المستمعين الكرام ان ركضنا بيكون متواصل الاسبوع